بعد توقيعه على عقده مع شبيبة القبائل عن طريق الانترنت في وقت سابق، رسم اللاعب العراقي مهند كرار مساء الخميس التحاقه بالكناري بتوقيعه على عقده رسميا، وتم تقديمه لوسائل الإعلام خلال حفل مصغر حضره الرئيس محمد شريف حناشي. اللاعب العراقي أكد أنه اختار الشبيبة على بقية العروض التي وصلته بسبب مشاركتها في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الإدارة القبائلية ويقودها نحو تحقيق الألقاب. للإشارة، فإن وفد شبيبة القبائل متواجد بمدينة إيفيون الفرنسية للقيام بتربص تحضيري تحسبا للموسم القادم. يعني هو الجماهير دائما تعطي حافز لله عن التقديم الافضل، اتمنى انه يكون عند حسن ظن الجماهير.